مساء الخير للجميع، انا كريم جلال لطفي محمد تريلر و بعمل بقى الانترفيو. بالنسبه للانترفيو، يعني الواحد بيبقى طول عمره عمال بيخطط لحاجات، ان انا هعمل يو اس ام اليز، هوضب ستيب 2 في كذا، سي اس هقعد اعمل له مش عارف ايه، وبعدين وتعمل بين تيجي في مرحله انت بتعمل انترفيوز. واحنا في الطب ما عندناش خبرة الانترفيوز دي خالص، انت بتبقى طول اغلب الاوقات، يعني انت من الدراسة سنين من الدراسة وبعدين بتتعين، مش حتى بتتعمل انترفيو ولا اي حاجة زي كده يعني. فريلاتيفلي في الفيلد بتاعنا في مصر ما فيش ناس عندها خبرة كتير اوي في الموضوع ده يعني، ولا انا يعني ما اضحكش عليكم يعني، برضو انا زيكم زيكم برضو في طب، انا متخرج مصر العيني. وبعدين الانترفيو اكسبوجر بالنسبه لي كان في الانترفيوز بتاعتي اللي هي بتاعت الريدمت الريزيدنسي، وكان قبل كده عندي برضو كده اشتغلت، حاولت اشتغل حاجات وسط ما انا شغال في الطب، حاجات مالهاش دعوه بالطب، عملت كام انترفيو يعني، بس still they don't count anything بالنسبه للاكسبيرينس يعني. ف my experience بالنسبه للانترفيو سكيلز ان سايكايتري، انا بحب سايكايتري والسايكولوجي والكلام ده كله، فيمكن دي حاجه بتأدب شوية لاهتمامي أو الـ understanding skills عامة. والحاجة التانية إن أنا يعني كان جات لي الفرصة إن أنا يبقى عندي كذا interview في الـ وأنا بقدم، يعني I noticed إزاي أنا كنت بتغير من interview ل interview، إزاي الـ interviews نفسها هي بتتغير والـ interviewers بيختلفوا حسب الإجابات بتاعتي. فيعني حسيت إن في حاجات ممكن تتعمل، وفي حاجات تتعمل أحسن من طرق يعني. There are some things that you can change يعني within your interviews. وبرضو ان انا في اول سنة residency عندي هنا في بايلر كنت member في recruitment committee، فكنا من الناس المسؤولين عن ان احنا بنعمل dinners وان احنا نعمل بندي feedback على ال applicants اللي جايين، ونشوف يعني بقى نعمل لهم بقى مش عارف بقى اللي اسمها ايه دي التور والكلام ده. فكنت involved يعني في recruitment يعني السنة اللي فاتت، يعني السنة دي ما عنديش وقت صراحة. ف المهم نتكلم على الانترفيو سكيلز. فقبل كده يعني اول حاجه المفروض نعرفها اللي هو ايه اهميه الانترفيو عامه، او ايه الديفينيشن، او يعني ايه الفكره بتاعته، ليه بيعملوا انترفيو. ففي حاجتين، ان هو انت يعني ان هو اتس ماركت، وماركت ده معناه ان عندك عرض وطلب، في واحد عاوز خدمه وواحد بيقدم الخدمه، فهو سوق وسلعة وبتتباع. فيعني هي دي الفكرة بتاعت الانترفيوز وفكرة بتاعت الريكروتمنت عامة. يعني انت دلوقتي عندك بروجرام، البروجرام ده بيدور على ناس عاوز يشغلهم، وفي ناس عاوزين يشتغلوا. ف هيعمل ايه البروجرام ده غير ان هو بيشوف كل الناس اللي جايين له، بيحاول ينقي الناس اللي هم اللي ينفع يجي له هو. وفي نفس الوقت يعني مش يعني في بروجرامز بتبقى هتموت يجي لها اي ابلكنتس، وفي بروجرامز مش فارقه معاها عارفين كده كده هيجي لهم ابلكنتس، بس المهم هم عندهم اوبجكتيف ان هم عاوزين يجيبوا ابلكنتس ينفعوا للبروجرام ده ويفيدوا البروجرام ده، ويبقوا الابلكنتس دول برضو موتيفيتد ان هم يبقوا في هذا البروجرام. ف انا عملت بقى السلايدز دي قديمه من زمان شويه، بقالي كتير بوستبون. ايه اللي حصل ده؟ ثانيه واحده. طيب فايه البروجرام اللي هو to have a better understanding of the applicant, to know you better and feel you better. انا بقول كده ان انت على اساس انت لما بتوصل للانترفيو انت you have been an applicant, you have قدمت السي في بتاعك، بصوا على الريكورد بتاعك، قالوا طيب الراجل ده يا جماعه ينفع يجي عندنا، يعني شكله كده على الورق يمشي، هاتوا عاوزين نشوفه. عاوزين نشوفه ده معناها ان احنا عاوزين نفهمه اكتر، عاوزين نعرف اكتر عن الحاجات اللي هو كتبها دي، الباك جراوند بتاعت الانترفيو، السكيلز بتاعته، الاكسبوجر بتاعه، الاكسبيرينس بتاعته، عاوزين نفهمها اكتر. هل هو فعلا نفس الراجل اللي على الورق ده ولا لا يعني. طيب هو دلوقتي طيب عنده كل السي في الاربع صفحات ولا ال 20 صفحه وعامل كل الريسيرش ده، طيب هو الراجل ده ينفع يجي عندنا ولا بيقدم بس عندنا وخلاص، هو يعني يمشي وذ هي فيت ان معانا ولا لا يعني. في انترفيو، في بروجرامز يجيبوا مثلا ابلكنت ويبقى الابلكنت ده كويس قوي، بس عارفين انه مش هينفع يجي عندهم لانه شكله هيز اباف اور ماتش بيلو، فبينفضوا له يعني. ف to know you better yes definitely and to feel you better، لان يعني انا عارف ان feel دي ما هيش كلمه ساينتفك قوي، but it's very true and it is an actual fact ان انت دلوقتي
يعني في حاجه بتبقى بالانتويشن كده. انا دلوقتي هشوف الابلكنت ده طيب ده يمشي ولا يمشيش معايا، ممكن اقول لك اه الراجل ده ينفع. يعني لو انا فاتح شركه دلوقتي وعاوز حد يجي يشتغل عندي، في حاجه ممكن احسها بس كده، لا الراجل ده في حاجه اقف فيه كده. ايه هي؟ اه ممكن تبقى اقعد نتكلم على مليون حاجه يعني، ممكن كذا ممكن كذا، بس هي في الاخر لا مش حاسه. فحته فيل دي اتس ترو، ودي يعني اتس ما تشغلش نفسك بيها دلوقتي يعني. ف verifying and clarifying information اللي هي بتبقى اللي موجودة على الورق، opportunity to mix with the residents ان هي دي بتبقى وقت ان يعني ال residents نفسهم يشوفوا ال applicant ده، لان انا كنت بي under estimate الصراحة الفكرة دي. لما تيجي تقرا بقى على الفورمز قبل ما كنت بقدم على الانترفيوز بقى تقرا عنها حاجات كتيره، يقول لك اه مش عارف خلي بالك من بروجرام كوردينيتور، مش عارف خلي بالك من في الدينر، خلي بالك من الحاجات دي. تعرف ان اكيد يعني كان تفكيري اللي هو ما تعملش مصيبه، ان يعني افويد الحاجات النيجاتيف لان هي دي اللي هتبان، بس ان غير كده الفيدباك هيبقى ليميتد قوي منهم. بس اكشولي يعني احنا كانوا بيبعتوا لنا بعد كل دينر وبعد كل تور سيرفي فورم، ويقول لك طيب انت ايه الابليكنتس اللي انت يعني حسيت ان فيهم حاجه كويسه، طب وايه الحاجات اللي كويسه. وده بيخش في الكونسنسس في الاخر لما بيعملوا ميتنج وبيشوفوا يعني مين الابليكنتس اللي هنقدم عليهم. ف ده بيفرق، اللي هو مش عارف صراحه الكوردينيتور الى اي مدى يعني، بس فور شور ان في الدينرز الفيدباك بيفرق يعني. ف و to attract applicants، ما اكيد يعني to attract applicants مش عارف ليه كتبها هنا دي. ما علينا. و to sort and categorize applicants، لان في applicant يعني دلوقتي في مثلا programs كبيره بيبقى يعني انا اعرف مثلا في بايلر البروجرام بتاع البطنه 60 بياخدوا 60 واحد، يعني حاجه كان رقم مهول بالنسبه لي، بس ده داخل فيه transitional. ف 60 واحد دول البروجرامز دايما بيحبوا يعملوا توليفه كده. دلوقتي انا عاوز كبروجرام عشان يبقى شكلي بروجرام قوي، انا عاوز مثلا يبقى عندي شويه ريزيدنتس انترستد في ريسيرش، شويه ريزيدنت هيبقوا بقى الانترستد في الفولنتير سيرفيسز والسوشيال سيرفيسز، عاوز شويه ريزيدنتس يبقوا انترستد في يعني في طبعا في كلينيكال اكسبوجر، او يعني برضو يبقى ناس اللي هم عندهم اكسترا كريكولر اكتيفيتيز وسبورتي وحاجات كده يعني. ف ده برضو ان هو بيحاولوا يعملوا توليفه كده يعني، ده بالنسبه للبروجرامز الكبيره طبعا يعني. فبالظبط، فانت بقى لما بيجي الابليكانتس دي بقى حاجه في الانترفيو ان هم سورتنج وكاتيجورايزنج الابليكانتس يعني. طب ايه بقى البيربز اوف الانترفيو بالنسبه لك انت يعني؟ بالنسبه لك انت دي فرصه ان انت يعني تو امبرس اند تو سيل يور سيلف. عارف الكلمه ممكن تضايق ناس يعني، اوكي بتضايقني انا لو يعني ايه يعني رايح ابيع نفسي يعني، بس it is the actual truth. انت دلوقتي يعني هو انت you are selling yourself، انت you are promoting yourself advertising yourself. انت بتروح البروجرام ده تقول لهم انا applicant كويس، انا استاهل ابقى عندكم، ليه؟ علشان كذا وكذا وكذا وكذا. ويعني وفي نفس الوقت لحد ما بتوريهم ان انت عندك فرص في حتة تانية، او بتحسسهم ان انت يعني مش حاجة قليلة بطريقة ما يعني، من غير مغرور وكلام كده، علشان تبقى بالنسبة لهم ان انت سلعة مرغوبة فيها يعني. انا بتكلم كلمة سلعة دي يعني، بس هو من الاخر you are selling yourself. It is ده اللي انت رايح تعمله. انت سيبك من الوقت ده كله، ان انت اول ما يعني الانترفيوز يعني، انت دلوقتي في الستيج اللي هو بتقدم paper applications، بتقدم paper applications، تيجي مرحلة الانترفيوز دي يعني كأن كل اللي فات ده اتمسح يعني. الورق والسكورز بتاعتك والريسيرش اكسبيرينس بتاعتك كل ده اتحط على جنب دلوقتي. دلوقتي لما تيجي في الانترفيو انا ممكن اشوف واحد وعجبني جدا، خلاص انا عاوز الشخص ده disregarding الورق بتاعه disregarding اي حاجه، بس بيس على الانترفيو انا ممكن صورتك وانت مثلا كان سكور بتاعك 80ات، بس دلوقتي عشان لما شفتك في الانترفيو ده انا حسيتك انت احسن واحد ممكن يجي عندي، او العكس برضو يعني. فعشان كده you are there to impress. مثال بقوله على كده يعني، هو مثلا لو انت دلوقتي انت شخصيا تخيل نفسك بتفتح شركه دلوقتي، لو هتفتح شركه وبيجي لك دلوقتي سي فيز وبيجي لك ناس وتيجي لهم في الانترفيو، هيجي لك مثلا واحد السي في بتاعه يعني مليان بقى كميه اكسبيرينسز وعمل 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 وجامد جدا على الورق، جاي لك دلوقتي جيت شفته لقيته اه يعني شكله راجل رخم وبايخ ومش عارف تتكلم معاه وشايف نفسه كل الكلام ده،
هتتضايق منه شوية بس هتيجي تبص، لا بس ده على الورق ده تقيل قوي يعني، برضه لازم I have to consider him. ده واحد ممكن يفيدني، هيبقى very organized، هيبقى very professional، I would still consider him to hire him يعني، برضه يعني you never ignore that. بس جه دلوقتي واحد السي في بتاعه عادي جدا، واللي هو انت قلت اه بس هو اقل من الشخص اللي فات ده على الورق، بس هو هنشوفه يعني، احنا برضه احنا مش ضامنين الراجل الاولاني ده. لقيته راجل دمه خفيف، سهل اتكلم معاه، لقيته فاهم الشغل عامل ازاي، يعني عنده بيعرف يمشي حاله في كل حاجة يعني، وهو ده حسيته ان انا احب اشتغل مع واحد زي ده. بص على السي في بتاعه، لا السي في بتاعه طيب ما هوش وحش يعني، برضه عمل وعمل وعمل وعمل، طيب ليه ما عينش راجل زي ده؟ ف you would still have a good chance although ان انت academically او على الورق اقل من ناس تانية، او بقى ممكن كمان يبقى السي في بتاعك كويس وعندك كل الاكسبيرينس دي، ولما جيت كمان في الانترفيو لقيتك ان انت سهل اتكلم معاك والكوميونيكيشن سكيلز بتاعتك لذيذه وانا احب اشتغل معاك، وانت كمان السي في بتاعك كويس قوي، انا خلاص انت اتحطيت على توب اوف ذا ليست يعني، ديس ريجاردنج يور باك جراوند بقى، وفورنر ولا مش فورنر الكلام ده كله يعني. يعني اكيد فورنر دي بتفرق بقى لو انت بتبص على سيرجري واورثوبيدكس بس يعني مش ده البيربز دلوقتي بتاع اللكتشر دي ولا البرزنتيشن دي يعني. ف انا قلت ايه هنا؟ to mix with the residents oh, verifying clarifying information اه oh, فحاجة تانية غير personal interview بالنسبة لك انت. في انا مثلا كنت بقدم على انترفيوز، قدمت بقى على كمية اماكن ولا عمري رحتها، ويعني اهو ما انا المهم ان انا اروح واشتغل هنا وابقى resident امريكا وبعدين اشوف بقى هعيش فين يعني. بس في نفس الوقت بعد كده لما في ناس هيجي لهم انترفيوز كتيره، في ناس مش هيجي لهم انترفيوز كتيره، بس اللي هيجي لك انترفيوز كتيره هتلاقي ان انت في الاخر بقى عندك تشويس، لما تروح تحس المكان اكيد هتختلف يعني. انا تروح انترفيو في حته مثلا هتلاقي يا نهار ابيض انا ازاي كنت ممكن اتخيل في الحته دي، ده هيو وما فيهوش غير 3 بيوت، اكيد برضه هتحس المكان، او تحس المكان كنت شايفه على انا في مثلا انترفيوز اللي هو كنت شايفها على الورق او على الويب سايت اي كلام يعني، اللي هو ما كنتش مقتنع بيها تماما يعني. لما روحت الانترفيو هناك لقيت عندهم الفاسيلتيز عامله ازاي، الجراوندز بتاعت الهوسبيتال والريسيرش فاسيلتيز اللي عندهم، I was extremely impressed، مع ان ما كانش باين خالص على الويب سايت، الويب سايت بتاعتهم شكلها يعني من ايام ان تاتش يعني، ولا التسعينات ولا ايه يعني. ف سيلي ممكن يجي لك اللي انت تحس الفايب اوف ذا بليس يعني. وبرضه ميكس وذ ريزيدنس، انت لما تروح هناك في بروجرامز هتلاقي ريزيدنس، بالذات البروجرامز الكبيره يعني، تلاقي ريزيدنس ما لهمش دعوه ببعض، كل واحد البروجرامز البيزي بتلاقي البريزنس مشغولين بحاجات كتيرة، ما يعني مش فاضيين من الآخر، أو في بقى اللي هو كمان تنشن كده تحسه. ف ده opportunity انت لما تميكس معاهم هتاخد الفايب ده برضه يعني، وده برضه هيفرق معاك في الآخر to consider program and it is not to be underestimated يعني. وطبعا to categorize and sort programs انت في الآخر برضه بتعمل match list، و على الانفورميشن اللي انت تاخدها من الانترفيو برضه او اللي انت بتحسها يعني. يعني بلاش اتكلم عن كلمة تحسها كتير دي، بس يعني ال information دي كلها بتتحط و انت categorize it يعني. How to impress، لأن ده بما هو ده primary objective بتاع ال interview، ف it is the most important part. ف يعني لما بقول impressions involve perceptions which differ from one person to another، ده معناها ان انت ممكن شخص ي impress شخص تاني بكل سهولة، يجي يتكلم مع واحد تاني شخص مختلف ولا يفرق معاه يعني يبقى مقروف منه يعني. فان احنا وده الفكرة في الانترفيوز، انت في الانترفيوز بتقابل يعني بتعمل، انا كنت بعمل منهم 4 انترفيوز في كل يوم، في كل انترفيو نفسه يعني، في اللي بيعمل 6، في اللي بيعمل اكتر، وفي كمان اللي بيعملوا على يومين. فانت هتقابل ناس كتيرة و you're supposed to impress everybody، اكيد you will not be able to impress everybody that's a fact، بس you have to impress as much as you can و على قد ما تقدر يعني. بس يعني ما تبقاش متضايق لو حسيت ان في واحد ما طالع من انترفيو كده يعني، مش اللي هو هيموت عليك يعني، عادي ما هتحصل يعني مهما ما كنت انت مين يعني. والimpressions دي involve conscious and unconscious perceptions، ان في حاجات دلوقتي انا عارف دلوقتي ان الراجل ده اللي بقول هو ان انا عارف ده اللي عاجبني فيه 1 2 3 4، وفي حاجات تانية انا مش عارف ايه اللي مضايقني فيه، ممكن تبقى طريقة كلامك، ممكن الطريقة اللي انت اتكلمت فيها على حاجة معينة، ممكن حاجة انت قلتها في النص بس خدتش بالي منها بس كانت ضايقتني ونسيت، فبتبقى في حاجات بتفرق يعني. مع او حاجات مثلا من ممكن يبقى منظرك يعني، ما that's a fact برضه يعني، ما حدش يتضايق، ممكن انا اشوف حد منظره مش عاجبني ابقى متضايق منه، بس انا مش عارف ان انا منظره مش عاجبني. ف
فهاو يو كان امبرس انت شخصيا، ان ما دام في حاجات كونشس وان كونشس يبقى انت this is not something that you will totally be in control of. You have to be aware of that, and if you're not going to be totally in control of how ان انت توصل لمرحله ان انت تعرف امبرس اللي هو just being your actual self، لان your actual self was considered of you. ده انت رايح you are considered.